يقول تكثر ظاهرة حجز الأماكن في الحرم في الصفوف الأولى، ما حكم ذلك؟ وما حكم الحاجز والمحجوز له، علما بأن الحاجز يحجز بمقابل مبلغ من المال، والمحجوز له يأتي متأخرا لكي يصلي في الصفوف الأولى؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا من الإلحاد في الحرم، كونك تظل من الناس تحجز الأماكن عنهم وانت ما انت بجاي إلا متأخر، ما يجوز. أما لو كنت جاي وحاضر واعتراضك يعني حاجة تروح توضأ ولا حاجة ضرورية وترجع، فلا بأس انك تحجز مكان لأنك في حكم الحاضر. أما انك تحجز وانت تروح تنام ولا تروح لأشغالك الدنيوية ولا تجي إلا متأخر وتمنع المسلمين المتقدمين إلى الحرم من الأمكنة، فهذا لا يجوز. نعم.